بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الدرس الثاني من سلسلة تعلم لغة السي والسي بلس بلس الذي يقدمه لكم مصطفى محمد سعدي موسى. ودرسنا اليوم بعنوان بعض الخواص والمكتبات الهامة. ننتقل الآن إلى جزء لابد من معرفته، ألا وهو المكتبات أو الملفات الرأسية، أو فيما يعرف بالـ Libraries and Header Files. المكتبات مبدئيا هي عبارة عن ملفات رأسية، أي توضع في رأس البرنامج أو في بدايته، بها بعض من البيانات والمعلومات والثوابت التي يمكن التعامل معها عندما نقوم بتضمين هذه المكتبة في البرنامج. فمثلا المكتبة math.h يتم تضمينها داخل البرنامج لإجراء بعض العمليات الحسابية وتضمين بعض الثوابت أيضا واستخدام دوال ثابتة. المكتبة math.h تستخدم مثلا عند الاحتياج لاستخدام الدوال المثلثية ساين وكوزاين والتان، وأيضا تستخدم لرفع عدد ما لأس معلوم أو لقوة معلومة، وأيضا تستخدم في تعريف بعض الثوابت مثل الثابت باي عن طريق استخدام هاش ديفاين باي. وهناك أيضا بعض المكتبات الأخرى مثل مكتبة design.h ومكتبة graphics.h، وهي مكتبات بها الكثير من دوال الرسم وتستخدم غالبا في الرسم سواء رسما خطيا أو رسما ثلاثي الأبعاد. مثال على تضمين المكتبة math.h لاستخدامها، نقوم بكتابة هاش include علامتان للاقتباس وبينهما studio دوت اتش حتى نقوم بكتابة البرنامج، وبعدها نقوم بكتابة هاش انكلود وبين علامتان الاقتباس نقوم بكتابة math دوت اتش حتى يتسنى لنا استخدام هذه المكتبة. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل معا جزء تحويل البيانات أو الداتا conversion. وهذا الجزء يعتمد بصورة كبيرة على تحويل البيانات من صورة لأخرى، مثلا من انتجر لدبل ومن فلوت لتشار أو من انتجر لتشار والعكس صحيح. مثلا في هذا المربع، فكرة هذا المثال أنه يقوم بحساب مساحة دائرة ما، ونعلم أن قانون حساب مساحة الدائرة هو العدد ط مضروب في مربع نصف القطر، فيكون الرقم الناتج رقم كبير في المساحة التي يشغلها من الذاكرة الخاصة بالحاسب، يكون رقم كبير في هذه المساحة. ولذلك مبدئيا في هذا المثال قمنا بفرض أن نصف القطر يساوي 5، وهو من النوع انتجر عدد صحيح، والمساحة على أنها من النوع دبل، حيث أن الدبل تتسع لأربعة ثمانية بت، أما الفلوت تتسع لأربعة بت فقط، وبالتالي نضمن أن الرقم الناتج سوف يظهر كاملا، حيث أن الرينج الذي يمكن إظهاره بداتا تايب دبل هذا هو، وهذا رقم كبير في المساحة التي يشغلها من الذاكرة الخاصة بالحاسب الآلي. الفكرة هنا فقط لما استخدمنا دبل مع الأريا، قلنا لأن الرقم الناتج من هذه العملية سيكون رقم كبيرا في المساحة التي يشغلها من الذاكرة. بعد ذلك ننتقل إلى هذا المثال داخل
المستطيل الأحمر. مبدئيا قمنا بتعريف ثابت اسمه إكس، وقيمته 1 علامة 2، على أنه من النوع فلوت. فلوت يعني عدد حقيقي فيه جزء صحيح وجزء كسري. وعلى ذلك قمنا بتعريف ثابت آخر على أنه من نوع انتجر ويساوي 5، وثابت آخر من النوع زد هو من النوع انتجر عدد صحيح، ولكن هنا قمنا بوضع 0x قبل هذا الرقم أو العدد. وننتبه فقط أن 0x هذه تعبر عن عدد أو حرف مكتوب بالترميز الخاص بالهكسا ديسيمال، حتى يتعرف الكومبايلر أو المترجم الخاص بنا أن هذا الحرف أو العدد مكتوب بالهكسا ديسيمال، فيقوم بتحويله إلى ديسيمال للتعامل معه. ولذلك الفكرة العامة في هذا البرنامج هو أننا نقوم بتحويل البيان من نوع إلى آخر. فمثلا هنا نريد أن نحول هذا الإكس من فلوت إلى انتجر حتى يقوم لنا بإظهار 1، فنجده هنا قد عرف متغير أو ثابت آخر من نوع انتجر A، وقال بعد ذلك أن A تساوي الإكس، وبالتالي سيقوم بإظهار الجزء الصحيح فقط لا غير، لأنه قام بتعريفه على أنه انتجر عدد صحيح، هيقوم بإظهار العدد أو الجزء الصحيح منه فقط لا غير. بعد ذلك قام بتعريف البي ثابت جديد على أنه من النوع char أو حرف، وبعد ذلك قام بتعريف أن البي تساوي الواي والبي أيضا تساوي الزد. هنا لا مشكلة بالنسبة للواي، لأن الواي تساوي 5 في جدول الأسكي لا ترمز لأي حروف، لأن هنا اخترنا شار عشان نظهر حرف ما، ولكن 5 بالديسيميل لا تقوم بإظهار أي حروف، لا يوجد حرف رقمه بالديسيميل 5 في جدول الأسكي. أما بالنسبة للزد فإحنا حطيناه بالترميز ديسيميل، فلما يروح يرجع له هو الرقم ده هيطلع 25، فلما يروح يرجع له في جدول الأسكي بعد ما يحوله من الصورة دي من الهيكسا ديسيميل للديسيميل، أو هيشوفه بالديسيميل على طول، هيلاقي إن 25 دي بترمز لعلامة برسنتج أو في المية. الفكرة العامة لهذا المثال أنه يقوم بالتحويل من داتا تايب أو نوع من البيانات إلى نوع آخر. في هذا المثال قام بتحويل الفلوت إلى انتجر والانتجر إلى تشار. بالنسبة لمثال رقم 3 هو تطبيق لمثال 2، ولكن عند كتابته في اللغة السي. وهذه هي الطريقة لتحويل اكس من فلوت الى انتجر، تكتب بهذه الشكل، تكتب بهذه الطريقة او هذا الشكل. وايضا واي عند تحويلها من انتجر الى تشار، وكذلك الزد. وتسمى هذه العملية بعملية الكاستنج او السباكة، وتعني تحويل او قولبة ثابت من نوع الى اخر، وسنقوم بالتعرف عليها في مثال حي. بسم الله الرحمن الرحيم، نشاهد الان برنامج لحساب المساحة، وهو مثال حي على المثال الذي قمنا بذكره سالفا. وهنا البرنامج هذا يقوم بحساب مساحة دائرة ما، فقمنا بتعريف ثابت أو من نوع انتجر، وهو يعبر عن الراديوس أو نصف القطر.
من نوع انتجر، هذا فرض قمنا بفرضه يساوي 5. وبعد ذلك قمنا بتعريف ان الاريا من النوع دبل حتى يقوم بإظهار الرقم او الناتج النهائي بصورة كاملة وواضحة. ونجرب البرنامج الآن، نجد ان البرنامج قد طبع لنا المساحة بصورة صحيحة. وللتأكد من ان هذا الناتج صحيح، نقوم بضرب 5 ضرب 5 ضرب 3 و14 مائة 5 2 9، نجد أن الناتج هو بنفس الشاكلة. وهذا للتأكد أن البرنامج صحيح. أما إذا قمنا بتعريف الأريا على أنها من النوع انتجر، سنجد أن البرنامج لم يخرج لنا الإجابة بصورة طبيعية بهذا الشكل. نجده قد كتب لنا أن المساحة تساوي 0.000. هذه إجابة غير منطقية طبعا، وهذا دليل على أنه كان لابد لنا من استخدام دبل حتى تخرج لنا النتيجة بالصورة المطلوب. ننتقل هنا إلى مثال آخر، وهو كما قلنا من قبل للتحويل من نوع بيانات إلى نوع آخر. هنا قمنا بتعريف إكس على أنه من النوع فلوت، 1 ويساوي 1.2، وواي على أنه من النوع انتجر، هذا صحيح، ويساوي 5، والزد على انه انتجر. هناك قمنا بوضع 0x للتعريف ان هذا الرقم مكتوب بالهكسا ديسيمال. وبعد ذلك قمنا بتعريف ان ثابت جديد على انه من النوع انتجر، ليقوم بتحويل الاكس من فلوت لانتجر، والشار بي يقوم بتحويل الواي والزد من اعداد الى حروف. نقوم بتجريب هذا البرنامج الآن. هنا في بدء الأمر سيتعامل مع القيم الثلاثة ل x و y و z على أنها كما عرفناها من قبل، ولذلك استخدمت printf حتى أتأكد من القيم المضبوطة أو المضبوطة لهذا هذه الأرقام. ال x طبعه على انه 1.2، والواي على انه 5، والزد على انه هذا الرقم. اما بعد التحويل فقد قام بتعريف ان الاكس يساوي 1، لاننا هنا قمنا بتعريف الاكس او الاي على انه انتجر اوف اكس، العدد الصحيح من الاكس. وهذه الصورة تستخدم في تحويل أنواع البيانات من نوع إلى آخر عند كتابتها في لغة السي. وبعد ذلك قمنا بتعريف البي على أنه char of y والبي char of z، فسيتعرف على أن الchar of y 5 سيعود إلى جدول الأسكي كودز. الأسكي كود سنعود لجدول الاسكي، نجد ان الرقم 5 بالديسيميل لا يوجد له اي شار او حروف، لا يرمز لاي حروف. اما الرقم 25 مكتوبا بالديسيميل، يرمز الى علامة برسنتج او في المائة. وبالتالي قام البرنامج بطبع علامة في المائة من المتغير زد. اما واي فلم يقم بطبع اي شيء لانه لا يرمز الى اي تشار او اي حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الان الى جزء التعبيرات الحسابية والمنطقية Mathematical and Logical Expressions.
احنا بدايا نقوم بالتعرف على الماتيماتيكال اكسبريشنز، وهي بعض التعبيرات الحسابية التي نستخدمها للتعبير عن عملية ما نقوم بعملها على عددين او اكثر. فمثلا عندنا ان الاكس تساوي 16 ناقص 6 ناقص 6، هذه العلامة دي تعبر عن عملية طرح، بطرح 6 من 16 فيطلع لنا الرقم 10. اما الواي مثلا تساوي 5 ضرب 7، 5 في 7، هذه العلامة تعبر عن عملية الضرب، ويكون ناتج ضرب 5 في 7 35 كما نعلم. أما بالنسبة لبعض التعبيرات الحسابية المتشابكة، فمثلا عندنا هذا المثال إن الزد تساوي إكس زائد 2 مضروبة في واي، هذا المقدار كله مقسوما على 5. فهنشوف قيمة الإكس اللي احنا طلعناها 10 زائد الاتنين مضروبة في الواي، بجيب قيمة الاتنين مضروبة في الواي، الواي احنا مطلعينها ب35 مضروبة في الواي تساوي 70، 70 زائد 10 80، 80 على 5 هيطلع لنا 16. دي بعض الأمثلة على التعبيرات الحسابية واستخداماتها في البرمجة عموما، خصوصا في لغة السي. ننتقل الآن إلى جزء اللوجيكال اكسبريشنز أو التعبيرات المنطقية. مبدئيا هي تعبيرات منطقية بالنسبة للحاسب الآلي فقط، أما بالنسبة لنا لا تمثل أي تعبيرات منطقية كما سنرى الآن. فمثلا الإكس قيمته 10، احنا فاضيين ان قيمته 10، والواي يساوي 6، والقيمة المقابلة لإكس بالباينري أو بالنظام الثنائي هي 1 0 1 0 1 0. أما القيمة الناظرة للواي تساوي 6، هي 0 1 1 0 بالنظام الثنائي أو فيما يعرف بالباينري. هنا هنقوم بعمل عملية منطقية عليه تسمى OR. هما 4 عمليات منطقية: OR وAND وSOR ونوت. 4 عمليات منطقية. هنقوم أولا بعمل أول عملية اللي هي OR، وتعني أو X أو Y. بنقوم بعملها بهذه الطريقة، معنى ذلك أننا نريد الإكس أو الواي تماما. هنا 0 و0، ولا الإكس موجود ولا الواي موجود، فبحط 0. في الجزء الثاني 1 و1، يعني الواي موجودة والإكس كمان موجود، فبحط 1. هنا 0 و1، يبقى الواي موجودة والإكس مش موجودة، فبحط 1. هنا 1 و0، يعني الإكس موجودة والواي مش موجود، فبحط 1، فيطلع لنا القيمة النهائية 1 1 1 0 بالنظام الثنائي أو الباينري أو الباينري. أما بالهكسا ديسيميل تساوي إي، وبالديسيميل تساوي 14. فالعملية دي عملية منطقية بالنسبة للحاسب الآلي، مفيش عملية حسابية نقدر نجريها على إكس ب10 وواي ب6 طلع لنا قيمة 14 بالعمليات الحسابية العادية بتاعتنا. فدي عمليات منطقية بالنسبة للحاسب الآلي هو بيعملها. عندنا إن الإم تساوي الإكس أند الواي، الإكس والواي. فبشوف الترميز الثنائي بتاع الإكس والواي، هنا 0 و0، ولا الإكس موجودة ولا الواي موجود، ف
فبحط صفر هنا. الواحد واحد، فالاكس موجودة والواي موجودة زي ما هو عايز، هو عايز الاكس زائد او الاكس والواي، فبحط واحد. فهنا واحد وواحد موجود الاكس والواي، فبحط هنا واحد، هنا صفر واحد، يعني الاكس مش موجودة والواي موجودة فبحط صفر، هو عايز الاتنين مع بعضيهم. وهنا برضك بنفس الشكل، واحد وصفر، الاكس موجودة والواي مش موجودة فبحط صفر. فطلعنا هذا الشكل بالنظام الثنائي الباينري، صفر صفر واحد صفر، وله قيمة منظرة بالهكسا ديسيميل هي 2، والديسيميل أيضا 2. ننتقل الآن إلى عملية منطقية أخرى وهي سور. هو يريد هنا أن يعمل يقوم بعمل إكس وسور واي، يعني إكس أو واي فقط، واحد من الاثنين فقط. فهنا صفر وصفر ما ينفعش، فبحط صفر، ولا الإكس موجودة ولا الواي موجودة، فبحط صفر. أما هنا واحد وواحد، يعني أن الإكس موجودة والواي موجودة، وهذا الذي لم يطلبه، فبحط بحط صفر. أما هنا بحط واحد، عشان الصفر والواحد معناها ان الاكس مش موجودة والواي موجودة، هو طالب ان الاكس او الواي فقط، واحدة منهم فقط، فبحط واحد. وكذلك هنا واحد وصفر، يعني ان الاكس موجودة والواي مش موجودة، واحدة منهم بس الموجودة، بحط واحد. فيطلع لنا هذه القيمة بالنظام الثنائي، ومناظر لها قيمة بالهكسا ديسيميل تساوي سي، وقيمة بالديسيميل تساوي 12. بعد ذلك هناك آخر عملية منطقية وهي نوت. فيقول هنا أن البي تساوي نوت إن، العملية اللي قبلها على طول. ونوت هي تستخدم لتحويل أو العكس قيم الباينري الخاصة بالرقم الذي لدينا. فمثلا إن هنا طلعت بواحد واحد صفر صفر، فأنا بعمل لها عكس تماما. نوت هي بتعكس جميع الأعداد أو الأرقام الموجودة في النظام الثنائي. فمثلا هنا طلعنا واحد واحد صفر صفر، فهعكس كل الأرقام دي، صفر يبقى واحد والواحد يبقى صفر، يعني هنا صفر هيبقى واحد، صفر واحد، واحد صفر، واحد صفر، فدي هيطلع لنا القيمة دي بتاعتها، فيبقى صفر صفر واحد واحد، لها قيمة منظرة بالهكساديسيميل تساوي 3، وأيضا بالديسيميل تساوي 3. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى جزء أمثلة على بعض العمليات الحسابية، طريقة كتابتها في السي. فمثلا نريد كتابة هذه الدالة في لغة السي. الفكرة الأساسية هي في ترتيب العمليات الحسابية وطريقة وضع أقواس. فمثلا هنا نريد جمع أو ضرب ما في هذا القوس الكبير، في هذا القوس الصغير. فنضع هنا هذه العملية، نريد ضرب A في B داخل قوس، وبعد ذلك نقوم بجمع عليها A على B، وضعها في قوس، ومن ثم ضرب هذا القوس ناتج هذا القوس الكبير ضرب هذا القوس الصغير. وهذه هي الطريقة التي يمكننا كتابة هذه الدالة داخل الكومبايلر أو المترجم الخاص بلغة السي. هنا أيضا نفس المثال أو مثال مشابه له بنفس الطريقة، ولكن الفكرة العامة لم تتغير. هنا نريد ضرب A في هذا القوس، نقوم بفتح قوس، ومن ثم نقوم بضرب A ضرب قوس بداخله B زائد C، ونقوم بإغلاق القوس، ونقوم بإغلاق القوس الأكبر، وذلك نقوم بقسمته على قوس بداخله
A على C، وبعد ذلك نقوم بطرح منه B ونقوم بإغلاق القوس، فيقوم الكومبايلر أو المترجم الخاص بـ C يتعامل مع هذا الشكل على أنه هذا أو هذه الدالة. أيضا عندما نريد كتابة A أس 5 مثلا، أو أي متغير أو ثابت مرفوع لقوة ما، نقوم بعمل هذا الشكل x تساوي a ضرب a ضرب a ضرب a 5 مرات، وبالتالي سيتعامل معها الكومبايلر أو المترجم الخاص بلغة C على أنها a مرفوعة لقوة 5. هنا سنتعرف على بعض الاختصارات الموجودة في لغة السي للتسهيل على المبرمج. فمثلا عندما نريد أن نضيف قيمة ما على ثابت أو متغير موجود عندنا من قبل، مثلا هنا نريد إضافة 9 على متغير أو ثابت اسمه إكس، نقوم بكتابة إكس تساوي إكس زائد 9. نجد هذه أو هذا التعبير مخالف تماما للقواعد الرياضية، وذلك لأن هذا التعبير لا يمثل معادلة رياضية ولكنه يمثل تعبير فقط لا غير، واختصار لإفهام المترجم أننا نريد القيام بعملية خاصة. وهنا إضافة 9 على القيمة الأخيرة للإكس. هنا هذا الشكل أو هذا الرمز بلس بلس يستخدم لإضافة 1 على متغير ما وليكن اسمه إكس، فنستخدم إكس بلس بلس لكي يضيف لنا 1 على قيمة الإكس الأخيرة التي وصل لها. هنا على نفس الشاكلة ولكن لطرح 1 من قيمة الإكس الأخيرة، فنستخدم إكس ماينس ماينس. أما هنا هنتعرف على أولوية إضافة البلس بلس بعد المتغير أو قبليه. فمبدئيا لو ضفناه بعد المتغير فمش هيكون لي أولوية زي ما ضفناه قبل المتغير. فهنا مثلا احنا عرفنا ان الاكس بتساوي 10 و واي تساوي 5، فانا دلوقتي عايز اعمل ان الاكس تساوي الاكس اللي هي ب10 زائد الواي بلس بلس. انا دلوقتي حطيت البلس بلس بعد الواي، فمبدئيا الكومبايلر هيتعامل على طول مع البلس اللي هي بتاعت العملية الأساسية الجمع، فهيجمع الواي اللي هي الاكس عذرا اللي هي ب10 زائد الواي اللي هي ب5، انهى العملية بتاعته. وبعد كده المفروض ان هو يضيف 1، بس خلاص هو انهى العملية بتاعته فمش هيضيف عليها 1، فيدينا القيمة على طول اللي هي 15. فانا دلوقتي لو ضفتها ضفت بلس بلس او ماينس ماينس مش هتختلف بعد المتغير، وفي عملية قبلها هيتعامل الكومبايلر مع العملية اللي قبلها وهيهمل اللي بعد متغير البلس بلس ديت، فمش هيضيف 1، هيتعامل مع انها مع هذا الشكل كأنه اكس تساوي اكس زائد واي فقط، هيطلع لنا القيمة 15. اما لو ضفت بلس بلس بهذا الشكل قبل المتغير واي، فهيجمع ان اكس تساوي 10 زائد الواي 5، بس هيضيف لها الواحد اللي احنا عملنا له بلس بلس، فهتبقى الواي دلوقتي ب6 والاكس ب10، فيبقى 10 زائد 6 تساوي 16. ويمكننا التأكد من ذلك عن طريق التجريب. نصل ايضا الى بعض الرموز الأخرى. مثلا هنا سنفترض أن الإكس تساوي 5، وبعد ذلك نقوم بكتابة مثلا إكس بلس يساوي 6. هذا الرمز بلس يساوي للتعبير على أننا سنقوم بإضافة 6 على القيمة الأخيرة لإكس،
يعني هذا الشكل ما هو إلا استبدال لإكس تساوي إكس زائد 6 زي المنظر دون، وأنا استبدلته بالشكل ده، فممكن نستخدم الشكل دون تعبير عن دون، مع طبعا إن احنا نشيل 9 ونحط مكانها 6. يعني الشكل دون بيساوي أو يعني يكافئ الشكل إكس تساوي إكس زائد 6، فهيقوم ضايف 6 على القيمة الأخيرة للإكس اللي هي 5، فتطلع لنا 11. وهنا على نفس الشكل هيتعامل على انه يطرح واحد من اخر قيمة الاكس وصلها، احنا اخر قيمة وصلنا لها من اكس من اخر assignment وصلنا لها اخر تعبير كانت الاكس ب11، فهو دلوقتي هيطرح منها واحد فهتبقى 10. وهنا بنفس الشكل هيستخدم اكس ضرب يساوي 2، هيعمل لها ضرب في 2، هيضرب اخر قيمة للاكس في 2، اخر قيمة للاكس احنا وصلناها كانت 10، بعد كده يضربها في 2 فتبقى 20، ودي تبقى اخر قيمة للاكس احنا وصلناها دلوقتي. بعد كده هيستخدم الاكس على يساوي 5، اي انه يريد قسمة اخر قيمة للاكس قمنا بالوصول اليها اللي هي 20، وبعد كده هيقسمها على 5، فيبقى 20 على 5 تساوي 4. نصل الآن إلى الجزء الخاص ببعض الأمثلة على العمليات المنطقية، اللي هي كما قلنا من قبل OR و AND و SOR و NOT. مثلا لدينا أن إكس تساوي هذا الرقم، ونلاحظ أنه مكتوب قبل هذا الرقم 0 إكس، أي أن هذا الرقم يعبر عن دي هكسا ديسيمال. ونلاحظ أيضا أن الواي هنا قمنا بتعريفه أنه تشار، أي حرف، ولكن مكتوب بالديسيمال لأنه لم يوجد قبله 0 إكس. هنا نريد عمل عملية أور كما قمنا بشرحها من قبل، ولكن في لغة السي لا نقوم بكتابة أور، ولكن نقوم بكتابة هذه العلامة ليقوم البرنامج أو الكومبايلر بالتعامل معها لأنها أور، عملية منطقية من نوع أور. أيضا العملية AND توضع هذه العلامة للدلالة عليها، علامة و ولكن باللغة الإنجليزية. وطريقة كتابة هذه العلامات بكيبورد ستظهر على الشاشة. نصل الآن إلى العملية المنطقية SOR، وهذه العلامة هي المعبرة عنها، وكذلك العلامة نوت، هذه هي العلامة المعبرة عنها. وقد قمنا سابقا بشرح كيف يتم عمل أور وأند وسور ونوت. نصل الآن إلى بعض الرموز والدلالات الحسابية والمنطقية معا. فمثلا هذه العلامة تعني يساوي كما قمنا بشرحها من قبل، وزائد عملية للجمع أو تعبر عن عملية الجمع، وناقص للطرح، وهذه العلامة نجمة للضرب، وعلامة القسمة بهذا الشكل للقيام بعملية قسمة. وهذه العلامة تستخدم لإيجاد الباقي، لإيجاد باقي القسمة، فمثلا 15 على 4 نجد أنها تساوي 3 وبعض الأرقام العشرية والكسرية، فهذا الرمز يستخدم لإيجاد القيمة الصحيحة فقط، باقي القسمة فقط. وهنا نجد هذه الأقواس كما شرحنا من قبل تستخدم لعملية ترتيب
العمليات الحسابية و بلس بلس كما قلنا من قبل أنها تستخدم لزيادة واحد و بلس و ماينس ماينس تستخدم لعملية إنقاص واحد، وكما قمنا بالشرح من قبل أن هذه العلامات الأربعة، هذه العلامة لأور وهذه العلامة لأند وهذه العلامة لسور وهذه العلامة لنوت، وأيضا قمنا بشرح هذه العلامات. بلس يساوي قلنا أنها تعني إكس تساوي إكس زائد 2 في هذا المثال. ننتقل إلى الجزء الخاص بمكتبة math.h، وهي كما قلنا من قبل مكتبة تستخدم عند كتابة بعض العمليات الحسابية والدوال الثابتة مثل ساين وكوزين أو الدوال المثلثية. فمثلا إذا أردنا استخدام هذه الدوال المثلثية فلابد لنا من تضمين المكتبة math.h، وأيضا إذا أردنا استخدام الجذر التربيعي ورفع عدد إلى قوة معينة أو أس معين، أو استخدام اللوغاريتمات أو اللين، أو استخدام المقياس أو القيمة المطلقة، لابد لنا من تضمين المكتبة math.h بهذا الشكل هاش include علامتان الاقتباس، وبعد ذلك نضع بداخلها math.h. بالنسبة لطريقة كتابة بعض الدوال الثابتة في لغة السي، مثلا إذا أردنا كتابة الدوال المثلثية ساين وكوزين والتان نقوم بكتابتها بهذا الشكل، أما إذا أردنا كتابة المقلوبات الخاصة بها نقوم بإضافة حرف الـ A قبلها ليقوم الكومبايلر أو المترجم للتعامل معها على أنها مقلوبات لهذه الدوال المثلثية. وأيضا إذا أردنا عمل كسر بداخل المكان المخصص للزاوية نقوم بإضافة اثنان بعد الدالة المثلثية الخاصة بنا. وأيضا إذا أردنا أخذ الجذر التربيعي لأي متغير أو ثابت نقوم بكتابة هذا الشكل squared x مثلا. وأيضا عند رفع عدد ما إلى أس معين أو قوة معينة نقوم بكتابة هذا الشكل باو بي أو دبليو، نضع بداخل القوس الرمز الذي نريد رفع القوة له وليكن إكس، وبعد ذلك علامة أو كومة، وبعد ذلك نقوم بكتابة الأس المراد الرفع إليه. وإذا أردنا كتابة اللين وهي اللوغاريتم الأساس اي نقوم بكتابته log x، أما إذا أردنا كتابة اللوغاريتم الأساس 10 نقوم بكتابة log 10 x. عندما نريد كتابة القيمة المطلقة أو المقياس هناك طريقتان على حسب نوع ما بداخل المقياس. إذا كان انتجر عدد صحيح نقوم بكتابة هذا الشكل ABS X، أما إذا كان هذا العدد حقيقي أي به كسور وأعداد عشرية نقوم بكتابة FABC. وهذه هي بعض الأشياء الهامة أو الأكثر أهمية التي يمكننا استخدامها في مكتبة math.h. نتحول الآن إلى المثال رقم 4، وهذا المثال نتعلم فيه كيفية استخدام الدوال المثلثية عن طريق تضمين المكتبة math.h. وهذا المثال فكرته الأساسية هو كيفية إحضار مسقط رأسي وأفقي لخط مائل عن طريق استخدام الدوال المثلثية. مبدئيا رياضيا هذه العملية سهلة،
وتتم عن طريق ضرب طول هذا الخط في كوزين الزاوية أو جيب تمام الزاوية الخاصة بميله لإحضار المسقط الأفقي اللي هو هوريزونتال، ولإحضار المسقط الرأسي اللي هو فيرتيكال نقوم بضرب المئتان في ساين الزاوية الخاصة بميل. فمبدئيا نقوم بكتابة void main الخاصة ببرمجياتنا، بعد كتابة hash include studio h، بعد ذلك نضمن المكتبة math.h عن طريق hash include math.h بين علامتان الاقتباس، بعد ذلك نقوم بفتح القوسان المعقوفان كتابة البرنامج بداخلهم. نقوم بتعريف line length أو طول الخط على أنه من النوع double كما قلنا من قبل، لأن أو لنضمن أن الناتج الخارج لنا يتم بصورة صحيحة. وأيضا نقوم بتعريف السلوب على أنه دبل ويساوي 0.35. وهنا لابد لنا من تحويل ميل هذا الخط المستقيم من الراديان أو التقدير الدائري إلى التقدير الستيني عن طريق ضربه في 180 على العدد صح أو باي، ينتج لنا أن هذا المقدار يؤول إلى 20 درجة بتقدير الستين. بعد ذلك نقوم بطباعة برنت اف، نطبع بداخلها the horizontal projection length is percentage ال F. المسقط الأفقي لهذا الخط يساوي ال line length كما قمنا تعريفه على أنه ب200 ضرب كوزين السلوب اللي هو كوزين الزاوية الخاصة بميل هذا الخط، وكذلك لإحضار المسقط الرأسي ولكن بتغيير كوزين إلى ساين. هذا مثال بسيط جدا على كتابة برنامج عن طريق تضمين المكتبة math.h. نصل إلى المثال رقم 5، وفي هذا المثال نريد حساب الضلع الثالث من مثلث أيا كانت زاويته. فنفرض نقوم بفرض طول هذا الضلع على أنه واي، وطول هذا الضلع كله على أنه اكس، وبالتالي يكون طول هذا الضلع وليكن بي واي هيساوي واي ساين سيتا، حيث أنه المقابل للزاوية سيتا، والمجاور للزاوية سيتا هيكون واي كوزاين سيتا. فبالتالي لو عايز اجيب البي واي اللي هو الحتة دي من هنا لهنا، من الجزء ده للجزء ده، هتبقى بي اكس، هنسميها بي اكس، هتساوي الاكس كلها ناقص الحتة دي اللي هي واي كوزاين سيتا. فلما اجيب الضلع الثالث وليكن هسميه زد، هيساوي الجذر التربيعي لمربع ده ومربع ده من قاعدة فيثاغورس. فالبرنامج ده هقوم بكتابته بهذا الشكل، هعرف طبعا هاش انكلود ستوديو دوت اتش وانكلود ماث دوت اتش، لاني هستخدم في هذا البرنامج كوزين والساين، لازم اعرف المكتبة math.h. بعد كده
يعني هعرف الثابت باي اللي هو 3.14 من 100 على اني هستخدمه في هذا البرنامج عشان احول السيتا من الدرجات للراديان او التقدير الدائري. فلازم اعرف ان انا هستخدم الباي، فبكتب هاش انكلود ديفاين باي 3.14 من 100 و15 9.2. بعد كده بكتب البرنامج بتاعي عادي جدا، وبعرف ان في عندي 5 متغيرات، هو المفروض 6 لكن في خطأ في هذا البرنامج. المفروض هنا اعرف ان في زد، لازم اعرف ان الزد دون من النوع فلوت، لازم اكون معرفه من الاول. المفروض يبقى هنا في زد، يبقى عندك اكس وواي وسيتا وبي اكس وبي واي، والمفروض يبقى في هنا زد. بعد كده بكتب او بعمل امر طباعة، هيظهر منه enter two side lengths and the angle between them. بطلب من المستخدم ان هو يحط الاطوال بتاعت الاكس والواي، ويضيف السيتا اللي هي الزاوية بينهم، واقول scan f، يطلب منه 3 متغيرات من النوع float، فبحط percentage f percentage f percentage f، والسيتا هيقوم بتحويلها من درجات الى راديان عشان يقدر يتعامل معاها. العملية دي هتتم عن طريق ان انا اقول ان السيتا تساوي سيتا في باي على 180 درجة، وبعد كده هيجري العمليات اللي احنا قمنا باستنتاجها من المثلث. هيقول ان البي اكس تساوي اكس ناقص واي ضرب كوساين السيتا، والبي واي هناك خطأ هنا ايضا، الواي تكتب واي سمول على حسب ما احنا كنا معرفين، فدي هتتكتب واي سمول زي ما احنا كنا معرفين، تساوي واي ضرب ساين سيتا، و الزد تساوي الجذر التربيعي. هذا مثال ايضا على استخدام الجذر التربيعي والاس ايضا، تساوي الجذر التربيعي سكويرت، وافتح قوس واضيف بي اكس باور 2، بستخدم هذا الشكل، احط اعمل باو، اكتب بي او دبليو، وافتح قوس واضيف اللي انا عايز ارفع له اس، وبعد كده اعمل كوما واضيف الاس اللي انا عايز ارفعه لهذا المتغير. بعد كده اقفل القوس بعد ما كتبت اللي انا عايزه يتعمل له سكوير روت، وبعد كده اعمل برنت اف واقول له the third side length is float من النوع float percentage f اللي هو زد، يبقى الزد دون هو الطول الضلع التالت. المثال دون مثال سهل جدا وبسيط على استخدام المكتبة math.h. بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم الآن بعمل مثال حي على المثال الذي قمنا بشرحه، ألا وهو المثال رقم 5، ونقوم بكتابة البرنامج بطريقة عادية جدا وبسيطة. هاش انكلود ستوديو دوت اتش، وبعد كده اعمل تضمين للمكتبة ماس دوت اتش عن طريق ان انا اكتب هاش انكلود ماس دوت اتش، وبعد كده اعرف اني هستخدم الباي، واكتب هاش ديفاين باي 3.14159. لابد من كتابة هذا الأمر عشان أنا بإذن الله أستخدم الباي في الحساب بتاع السيتا، فلازم أعرفه إن أنا أستخدم الباي. بعد كده أكتب برنامج عادي جدا بتاعي، بكتب
فلوت، وبعد كده اعرف الست متغيرات دول عن انهم من نوع فلوت. في البرنامج في المثال كان مكتوب بصورة خاطئة، مكانش معرف الزد، وبالتالي فالزد ما كانش هيظهر بصورة طبيعية، او كان هيطلع البرنامج خطأ في الكتابة. فهنا احنا عرفنا الست متغيرات دول على انهم من نوع فلوت، وبعد كده بطلب من المستخدم ان هو يدخل ضلعين وزاوية بينهم عن طريق استخدام برنت اف وسكان اف بهذا الشكل، هيدخل الاكس ويدخل الواي ويدخل السيتا. بعد كده هعمل عملية تحويل بسيطة من الدرجات للتقدير الدائري للسيتا، هقول له ان السيتا تساوي سيتا ضرب باي على 180. بعد كده هقول له ان البي اكس تساوي اكس ناقص واي ضرب كوساين سيتا، والبي واي تساوي واي ساين سيتا كما استنتجنا من قبل في المثلث المرسوم. بعد كده بقول له ان الزد تساوي الجذر التربيعي لبي اكس اس 2 وبي واي اس 2. طبعا اتعرفنا ازاي بنكتب البي او دبليو اللي هو الباور الاس. وبعد كده بعمل برنت اف للضلع الثالث واقول له ان هو بيساوي الزد. عشان نجرب البرنامج ده نعمل اكسكيوت، هيظهر لنا البرنامج بالصورة النهائية بهذا الشكل، ظهر البرنامج. بعد كده احنا هنجرب نحاول نجرب البرنامج مثلا على الضلعين 3 و4. 3 الاول واقوم دايس انتر، وبعد كده 4 وبعد كده دايس انتر، بعد كده احط الزاوية ولتكن 90، فيقوم مطلع لي ان الضلع التالت يساوي 5، وهكذا على باقي الأمثلة. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وهو بعنوان بعض الخواص والمكتبات الهامة. تم بحمد الله درسنا لهذا اليوم، وأرجو من الله أن يكون قد وفقني في هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم. أسألكم الدعاء لي بظهر الغيب، وللأسئلة والاستفسارات وضعت لكم مجموعة من وسائل التواصل معي، قدمها لكم مصطفى محمد سعدي موسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أترككم في عون الله ورعايته.